قبل شهرين توفى قريبي وهو يبلغ من العمر 38 سنة، وترك ابنتين بعمر 6 و4. توفى بمرض الكورونا. بعد ما انتقل علمنا أنه يستمع إلى وعظات عن الوقت قريب، وإن كان يؤمن بربنا يسوع المسيح، ونحن على ثقة أن ربنا أخذه عنده، ولكننا في ألم ومرارة وحزن بعد انتقاله. زوجته اللي تكون أختي توأم تؤمن أن ربنا قريب منها وأن هو اللي يعزيها وهي تعزي الجميع، ولكنها حزينة أكيدا على رحيله. أرجو كلمة تعزية. الانتقال من هذا العالم لازم نعرف عدة نقاط علشان يحصل لنا السلام. النقطة الأولى، الحياة في السماء أحلى بكتير من الحياة في الأرض، والآية واضحة، يوما في ديارك خير من ألف، يعني يوم في السماء أحسن من ألف يوم في الأرض. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، السماء مكان الراحة والأرض مكان التعب، لأن موجودين في عالم موضوع في الشرير. لما يبقى لي واحد غالي عليا ويسافر السماء، لما يجي الحزن يسيطر عليا أسأل سؤال لنفسي، إيه اللي شايفه أنا هنا في الأرض حلو وجميل ومفرح عشان نفسي يرجع يعيش فيه معاي؟ لما كنت أنا في الأرض عايش الألام، لأن مولود المرأة قليل الأيام شبعان تعب. حاجة تانية يا صاحب السؤال، إن ربنا مدي لكل واحد رسالة، والرسالة اللي مدهاني بمجرد ما تخلص رسالتي، لو تركني دقيقة واحدة في الأرض بعد رسالتي يبقى ظلمني، لأن هناك أفضل بكتير من هنا. حاجة تالتة أسألها لك، هل ربنا لما جابنا استشارنا عشان يستشيرنا لما ياخدنا؟ لما جابني هو اللي اختار الوقت وهو اللي جابني، ولما انتهت رسالتي هو اللي اختار الوقت وهو اللي خد. يبقى الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مبارك. أيوب بيقول آية حلوة، إن كنت وضعت لي أيام وشهور وسنين هذه عادتها، كيف أتجاوزها؟ إزاي أنا أتجاوزها أو أعديها؟ يبقى إذن هنا بالنسبة لينا، لما واحد بيروح مكان أفضل إحنا المفروض نفرح له. وعلى فكرة في كلمة بنقولها غلط، يقولك فلان في عالم الأموات، لا، فلان في عالم الأحياء، إحنا هنا اللي في عالم الأموات. يعني كل الأحياء اللي في الأرض دول موجودين في عالم الأموات، والدليل على ذلك إن كل واحد فينا منتظر دوره، طالت أو قصرت كلنا منتظرين دورنا. على رأي أحد الشعراء، نح على نفسك يا مسكينة إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. يعني معناها لو عشت زي نوح 950 سنة برضو حتموت. يبقى إذن يوم الممات خير من يوم الولادة، ونهاية أمر خير من ولادته، من بدايته. إحنا لما بننزل من بطون أمهاتنا بنبكي، يزرعون بالدموع، لكن لما بنروح هناك يعدلك يحصدون بالفرح والابتهاج. طوبى للإنسان الأجير اللي بيأدي عمله وفي الآخر يروح لربه. لازم يكون عندنا تعزية ونقول زي داود، أقول لزوجته قولي أنا ذاهبة إليه، أما هو فلن يرجع إلي. يبقى نعمل اللي يرضي ربنا عشان لما نروح نبقى معاهم، مش نقف ضد ربنا عشان لما نروح كمان ما نبقاش معاهم. ربنا يعزي قلوبكم.